بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو الموجه لتلاميذ سنة ثانية ابتدائي، إذا النموذج الثاني من نماذج اختبارات التربية الإسلامية للفصل الأول. إذا نقولوا بسم الله ونبدأ. إذا ماذا لدينا؟ لدينا إكمال الصورة، صورة تبت يدا، قلت بعد ما يكونوا عرضوها على المعلم شفهيا، أيضا نحفظوها لهم كتابيا. هنا إكمال الصورة. السؤال الثاني لدينا، لون البطاقة الصحيحة. لون البطاقة الصحيحة. الجملة الأولى ماذا لدينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. في هذا الحديث يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، الأمانة، طلب العلم. إذن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بطلب العلم، إذن نلون البطاقة الخاصة بطلب العلم. هنا ماذا لدينا؟ لدينا صلة الرحم، هي زيارة الأقارب أم احترام الجيران؟ إذن صلة الرحم هي ماذا؟ هي زيارة الأقارب. لدينا الصدق، هو أداء الأمانة، قول الحقيقة، أم طاعة، هنا طاعة الوالدين، نعم، أم طاعة الوالدين. إذن الصدق أن أكون صادقا، معناها أن أقول الحقيقة. ألون هنا أيضا قول الحقيقة. هذا بالنسبة للتمرين الثاني. هنا ماذا لدينا؟ ضع الكلمات في مكانها المناسب. لدينا زدني، علمتني، واللهم. عندنا الدعاء هو اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. لذلك أخواتي كل الأحاديث والآيات اللي درسوها في طلب العلم ولا في الأمانة أو الحديث الخاص بصلة الرحم تحفظ عن ظهر قلب، ويقرأها التلميذ عدة مرات. لماذا؟ لأنه يمكن جدا الأستاذ هنا يحب ما يمدلهمش الكلمات، يعني لأن دائما نقول لكم أنه كل أستاذ حسب مستوى تلاميذه. هنا ماذا لدينا؟ رتب الكلمات بوضع الأرقام، راح هنا يرتب بوضع الأرقام فقط. نور، ظلام، والجهل، العلم. إذا هنا مثلا يجي العلم ويحط تحتها رقم واحد، مثلا هنا تحت العلم، ثم نور اثنين، وهكذا. اكتب عبارة أمينا أو لست أمينا أمام كل جملة. الجملة الأولى ماذا لدينا؟ لدينا ترك صديقك لعبة فلعبت بها وكسرتها. هل هنا حافظت على الأمانة أم أنني لم أحافظ عليها؟ هنا لم أحافظ عليها، فأكتب لست أمينا، لم أكن أمينا في هذا الموقف. هنا استلمت كراس زميلك وأعدته نظيفا، إذن هنا أنا أمين، أنا أمين، عفوا أمين. هنا لدينا استلمت رسالة جاركم وفتحتها. جسع البريد مثل أحمد، استلمت رسالة خاصة بالجار ثم قمت بفتحها. هل هنا حافظت على الأمانة؟ أنت لم تحافظ على الأمانة، إذن أنت لست أمين. إذن أخواتي هذا هو نموذج اليوم، بسيط وسهل. فقط أعود وأقول نفس الملاحظة دائما، أن الأحاديث والآيات تحفظ، وركزوا أكثر على الشيء، على التمارين الموجودة بدفتر النشاطات، كراس النشاطات. اعتمدوا بشكل كبير على التمارين والأنشطة الموجودة به. إذن تمنيتي للجميع بالتوفيق، ونقول لكم في أمان الله.